حرام يا مامي. لا لا يا ليلي، هو في حرامي خرع كده؟ ده اتخض اول ما ولعت النور. بقولك حرام يا مامي. ما تنطق يا ابني، انت مين وبتعمل ايه هنا؟ ايوه انا حرامي، بس والله العظيم انا كنت حرامي وجاي شقتنا تعمل ايه؟ ده انت حرام احبان باين عليك. وجاي شقتنا تعمل ايه يا ابني؟ ايه السؤال ده؟ بقول لكم حرامي، هكون جاي اطلع جواز سفر يعني؟ وانتوا مش خايفين مني ولا ايه؟ خايفين منك؟ يا عم اقعد، خليك في اللي انت فيه. الله صحيح كنت بتدور على ايه؟ اللهم طولك يا روح، كنت بدور على فلوس. فلوس؟ كنت بتدور على فلوس؟ ما تيجي تدور معايا يا مامي، جايز نلاقي. والله فكرة، انت تدوري في الدولاب وانا هدور في التسريحة.